أليس قول شعيب لقومه لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد؟ دليل على أن شعيبا كان بعد إبراهيم. نعم دليل، نعم دليل قوي في هذا الباب. فأحسنت أيها المستدرك ونشكرك على هذا الاستدراك وهذا التنبيه، وليولى إن شاء الله مزيدا من التحرير. شكر الله لك.